عندي كام سؤال الأول ليكم، حاولوا تجاوبوهم قبل ما تشوفوا السنابات الجاية. إمتى كانت عبادة الأصنام؟ ليه الناس فكروا أصلا بعبادة الأصنام وهم اللي صانعين الأصنام بإيدهم؟ ليه الست الخاينة اتسمت إنها خاينة؟ وإمتى اتقال على إمتى اتقال أول مرة على ست إنها خاينة وليه؟ حابب تعرف كل الأجوبة دي؟ هتعرفها في قصة سيدنا نوح عليه السلام. قبل ما أبدأ وأكمل القصة، لو أنت أول مرة تشوفني اشترك من فوق وفعل الجرس عشان أول ما أنزل قصة جديدة يجيلك إشعار. إحنا قلنا أول نبي نبي الله آدم، بعديه نبي الله شيث، بعديه نبي الله إدريس، بعديه نبي الله نوح. وقلنا إن في العلماء بيقولوا إن نوح جه قبل إدريس، والبقية بيقولوا إن إدريس قبل نوح. فعموما إحنا قلنا إدريس بعدين نبي الله نوح. فنوح ترتيبه في الأنبياء هو الرابع. عاش من حياة سيدنا آدم 126 سنة، بعدين نبي الله نوح. فنوح ترتيبه في الأنبياء هو الرابع. عاش من حياة سيدنا آدم 126 سنة. الناس فاكرة إن سيدنا نوح عليه السلام عاش 950 سنة، لكن الكلام ده غير صحيح. في القرآن الكريم لقد قال الله تعالى في سورة العنكبوت: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. تقول يا يوسف ما هو 1000 سنة إلا 50 عام، يعني 950. ركز إن هو فلبث فيهم. مدة اللبث يعني مدة بداية دعوة سيدنا نوح مع قومه، مش عمره. فاهمين؟ يعني بداية دعوة سيدنا نوح مع قومه 950 سنة. فضل 950 سنة يدعو قومه لعبادة الله الواحد. وسيدنا نوح في سورة كاملة في القرآن الكريم باسمه. وسيدنا نوح كان يعني بيعمل حاجة حلوة جدا، كان لما يجي يأكل يشرب يصحى ينام يلبس يعمل أي حاجة في يومه، كان دايما بيحمد ويشكر ربنا، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى وصفه بالعبد الشكور في سورة الإسراء: إنه كان عبدا شكورا. سبحان الله، تخيلوا. طيب إزاي جت في بالهم فكرة عبادة الأصنام؟ او ازاي جه في بالهم ان هم يصنعوا الاصنام وبعدين يعبدوها؟ على حسب اقوال العلماء، نبي الله نوح ارسل لقوم اسمه بنو راصب. القوم ده كانوا من الكفار الجاحدين، ما كانوش بيعبدوا ربنا. واتذكر اسماء في القران، وهي اسماء الاصنام اللي هي ودة ولا سواع ولا يغوث ويعوك ونسرة في سوره نوح. الاسماء دي كانت لناس صالحين اصلا، وحبوا ان هم يمجدوا الناس دي، فصنعوا لهم التماثيل دي. وفضلوا مع مرور الوقت وصل بيهم الدرجة ان هم يعبدوا التماثيل دي اللي هي كانت للناس الصالحين، وبعدوا عن عبادة ربنا. فعشان كده جعل الله النبي نوح عليه السلام مبعوث فيهم، بعت لهم سيدنا نوح عشان يرجعهم لعبادة ربنا. بداية دعوة سيدنا نوح عليه السلام، بداية الدعوة كانت سرا، بيدعو واحد ورا التاني في السر، وما أمنش بيه غير عدد قليل جدا، والكل أو الأغلبية كانوا بيكذبوه، لحد ما قرر إن هو يخلي الدعوة علنية وجهر بدعوته. وقال لهم، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ووعد قومه بالرزق الوفير والفلوس والقوة والبنين، ده لو استغفروا ربهم وتابوا ليه ورجعوا يعبدوا الله الواحد الأحد. بس قومه وقتها اتهموه ان هو مجنون وطنشوه. طبعا بدأ وقتها ان هو يستخدم اسلوب ان هو بيخوفهم وبيرهبهم من العذاب اللي هيقع على القوم اللي مش هيؤمنوا بربنا، اللي هو طوفان. طبعا برضو اتهموه بالكذب والضلالة، وقالوا له ان هو اللي غلط وهم اللي على الدين الصحيح. فضلت الامور تشتد على نبي الله نوح بكل الطرق، وما لقاش من قومه غير الفسق والفجور والعصيان لدعوته، لدرجة ما سكتوش على كده، بس بالعكس بدأوا يحاربوا دعوته بكل الوسائل الممكنة عشان يبعدوا الناس عنه، لدرجة ان اهل بيت نبي الله نوح ما امنوش بيه. حتى اهل بيت نبي الله نوح رفضوا دعوته. أغلب زوجات الأنبياء بيقفوا وراء أزواجهم معاهم وفي دعوتهم، بيساعدوهم بأي حاجة ممكنة. منهم أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قدمت كل حاجة في سبيل مساعدة زوجها في دعوته.
على عكس زوجة نبي الله نوح، وقفت مع الكفار ضد جوزها وسخرت منه ورفضت دعوته. انتوا متخيلين؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ضرب بيها المثل، هي وزوجة نبي الله لوط، ان هما الامرأة اللي بتخون جوزها، وده كان إجابة على السؤال اللي احنا قلناه في البداية. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. وده سبحان الله المثل اللي ضرب بيه ربنا للامرأة الخاينة اللي هو امرأة سيدنا نوح وسيدنا لوط. مرت السنين ونبي الله نوح مستمر في دعوة قومه، وما كانش لاقي منهم غير الفسق والفجور والجحود، واستكبروا عن سماع الحق. لما كان بيدعوهم كانوا بيحطوا أصابعهم في آذانهم، ما كانوش راضيين يسمعوا نبي الله نوح، يا ريتهم سكتوا على كده وبس. بالعكس كانوا بيحاربوا، بيأذوا الناس اللي معاه، وكانوا بيرهبوا الضعفاء من الناس المؤمنين بنبي الله نوح عشان يبعدوا عن نبي الله نوح. حزن بقى نبي الله نوح حزن شديد جدا على الجحود اللي في قومه وانهم مش راضين يسمعوا لدعوته. وبالرغم من كده نبي الله نوح ما يئس وفضل يدعو قومه ويجادلهم باقوى الادله المقنعه بعظمه الله سبحانه وتعالى. لكن قوم نوح كانوا اشد عليه من الامم اللاحقه، كانوا اشد قوم في الفسق والفجور والعصيان. حاول معاهم بشكل كبير، وكان كل ما بيحاول كل ما هم بيزدادوا تمرد وعصيان، لحد ما وصل في الاخر بيهم اللي استغفر الله العظيم ان هم كانوا بيقولوا له خلصنا وجيب عذاب ربنا لو انت من الصادقين. انتم متخيلين؟ استغفر الله العظيم يا رب، يعني ما كانش هممهم حاجة. بعد حزن نبي الله نوح عليه السلام اوحى اليه ربه، امروا بألا يحزن، قال له ما تزعلش، وأوحى إلى نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني مفيش فايدة خلاص، اللي آمن آمن، مش هيؤمن حد تاني بيك، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وعرف سيدنا نوح إن مفيش دعوة، مفيش فايدة خلاص من دعوته لقومه بالهدى. عرف وقتها سيدنا نوح إن خلاص مفيش فايدة في دعوتهم للهدى، ومفيش فايدة برضو إن هما يفضلوا على الأرض أحياء، لأنهم هيعملوا على نشر الكفر والفجور أكتر وأكتر. فوقتها دعا سيدنا نوح لربنا سبحانه وتعالى، دعا إن هم ما يخلفوش تاني، عشان إلا هيخلفوهم هيجيبوا كفار فجار، هيزيد نسلهم على الفاضي، وقتها ما حدش هيؤمن بيه أكتر. وفعلا سبحانه وتعالى أوحى الله إليه بأنه استجاب لدعائه وإنه سوف ينصره على القوم الكافرين، وأمروا بأنه يصنع سفينة وما يكلموش تاني في موضوع القوم الظالمين. بدأ نبي الله نوح يغرز الشجر ويزرعه عشان يقدر يصنع منه السفينة. تخيل، فضل مستني لسنوات لحد ما الشجر كبر، بعدين قطعه وخده فعلا صنع السفينة، وكانت سفينة عظيمة ما شاء الله، عظيمة الطول والارتفاع والمتانة. وبدأ نوح يبني السفينة، وكانوا لما يمروا عليه الكفار يشوفوه منهمك وتعبان في صناعة السفينة كانوا بيسخروا منه ان هو بيصنع سفينة. فانتهى من نوح عليه السلام من صنع السفينة، وكان مستني أمر ربنا سبحانه وتعالى أو العلامة عشان بداية العذاب. وكانت العلامة على بداية الطوفان هي فوران التنور. إيه فوران التنور ده؟ هتعرف في السناب الجاي. اختلف العلماء في معنى التنور، قيل إن التنور آدم عليه السلام، وقيل طلوع نور الفجر، ولم يتفق العلماء على معنى محدد لفوران التنور. وجي اليوم الرهيب، فار التنور، وأسرع نوح يفتح سفينته ويدعو المؤمنين، كان بيدعي كل اللي أمنوا بيه إن هم يركبوا السفينة. بدأ عذاب ربنا سبحانه وتعالى وبدأ الطوفان. نزل جبريل عليه السلام وبدأ نوح عليه السلام يدخل كل اللي أمنوا بيه للسفينة، ويدخل من كل زوجين اثنين من الحيوانات. سيدنا نوح عليه السلام لما كان بيصنع السفينة صنع إقفاص للحيوانات داخل السفينة، فقدر ان هو ياخد بقرا وثورا، فيلا وفيلة، عصفور وعصفورة، نمرا ونمرا، الى اخر المخلوقات. ساق جبريل عليه السلام امامه من كل زوجين اثنين لضمان بقاء نوع الحيوان والطير على الارض،
وفعلا طلعت كل الحيوانات والوحوش والطيور على السفينة، وصعد كل اللي آمنوا بنبي الله نوح عليه السلام. وبرضه نبي الله نوح خد عيلته معاه، خد 3 أبناء ليه، وكان ليه ابن كافر مرضيش إن هو يطلع معاه، وقال إن هو هيطلع فوق جبل يحميه من الطوفان والمية. ونبي الله نوح قال له إنه مفيش فايدة. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فرد عليه نبي الله نوح قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج وكان من المغرقين. وشاءت رحمة ربنا إن الموج يفصل ما بين سيدنا نوح وابنه، عشان هو في الأول وفي الآخر أب، وعشان ما يشوفش مصرع ابنه وهو بيموت. بدأت السماء تنزل أمطار غزيرة الأرض ما شافتش زيها من قبل كده، وبدأت الأرض كل عين في الأرض بتطلع منها مية. سبحان الله، كل جزء في الأرض حرفيا بيطلع مية، لحد ما المية تجاوزت قمم الجبال وقمم الأشجار، وما بقاش على الأرض حد عايش خالص إلا السفينة اللي فيها نبي الله نوح واللي أمنوا معاه والحيوانات اللي طلعوا على السفينة. سبحان الله. وما نعرفش الطوفان استمر لقد ايه، استمر زمن بس ما نعرفش فضل قد ايه مستمر. والطوفان ده كان اول عذاب ينزل من ربنا على قوم. وقتها ربنا سبحانه وتعالى امر السماء ان تمسك عن الامطار، وامر الارض ان تستقر وتبتلع الماء، وامر سيدنا نوح عليه السلام ان يهبط من السفينة محاط ببركة الله ورعايته. سبحان الله. وأمر السفينة أن ترسو على الجودي، والجودي أجمع العلماء على أن الجودي ما هو إلا جبل استوت عليه سفينة نوح عليه السلام، لكن الخلاف في مكان وقوع الجبل ده. قالوا أن الجبل ده موجود في تركيا ويطلق عليه اسم جبل أرارات أو أرارات، وأقوال تانية بتقول أنه موجود في جنوب شرق تركيا على الحدود السورية العراقية. بعد الطوفان أوصى نبي الله نوح لابنه بتوحيد الله سبحانه وتعالى وقول لا إله إلا الله، وقال له لو وضعت القول ده في كفة ووضعت السماوات السبع والأراضي السبع في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله. سبحان الله، قولوا لا إله إلا الله. ووضح له كمان فضل جملة سبحان الله وبحمده، وقال له إن الجملة دي هي صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. سبحان الله وبحمده. ونهاه عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولما جه ملك الموت لنبي الله نوح فقال يا أطول النبيين عمرا كيف رأيت الدنيا؟ فقال كبيت له بابان، دخلت من إحداهما وخرجت من الآخر، ما حاجتك يا ملك الموت؟ فقال جئت لأقبض روحك. وفي رواية أخرى إن جاء ملك الموت وهو في الشمس فقال السلام عليك، فقال النبي الله نوح ما حاجتك يا ملك الموت؟ فقال جئت لأقبض روحك. فرد عليه نبي الله نوح أتدعني أدخل من الشمس إلى الظل؟ فقال نعم. فدخل نبي الله نوح من الشمس إلى الظل وقال ما مر بي من الدنيا مثل تجولي من الشمس إلى الظل، فامضي لما أمرت به. فقبض روحه ملك الموت. يعني سبحان الله، أطول النبيين عمره شاف إن الدنيا قصيرة جدا للدرجة دي. سبحان الله. وبكده يبقى انتهت قصة النهاردة. بس في سؤال وانتوا هتسألوا نفسكم السؤال ده، طيب لما كل الناس اللي كانوا بيعصوا ربنا وبيعبدوا الأصنام توفوا في الطوفان، إزاي عبادة الأصنام رجعت تاني؟ ده اللي هتعرفه يوم الجمعة الجاية في القصة الجديدة إن شاء الله. ولو انت اول مره تشوفني وعجبتك القصه اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان اول ما انزل قصه جديده يجي لك اشعار. وحاجه تانية، يا ريت تكتب لي ايه اللي استفدته النهارده من القصه، ايه الحاجه الجديده اللي انت ما كنتش تعرفها وعرفتها. الكومنتات دي جدا بتسعدني وبتحسسني بتفاعلكم واني استمر اكتر واكتر في قصص الانبياء. مستني اجوبتكم ومع السلامه.